بدأنا في الاحتفالية، والنهاردة اليوم الوطني للعراق واحتفالية للعراق أورد، المهرجان العريق اللي بيقام في الساحة، احتفال كبير وعودة للعراق بفنها وثقافتها ومهرجاناتها مع حبيب العراق جمال سليمان. أهلا يا بوسي، إزيك؟ والله أنا سعيد جداً إنه يعني العراق تستعيد ألقها ومجدها وحضورها في ساحة الفن والمهرجانات والسياحة، وده شيء رائع جدا، وأنا تشرفتني أنا أحد المدعوين والمكرمين في المهرجان. يعني أنا بشوف إن بداية العودة لأي بلد بيكون اهتمامها أو الوجهة بتاعتها هي الثقافة والمهرجانات، وده شفناه في الإمارات 20 سنة مهرجان دبي ومهرجان أبو ظبي، كانت بداية لانطلاق دبي في العالم على مستوى الثقافة والفكر والإنتاج والحفلات والفن هناك، وشفنا ده دلوقتي في السعودية وبنشوف ده في العراق. أهمية القوى الناعمة للبلاد يا جماعة، يعني كل البيانات الرسمية والبلاغات والخطابات الرسمية اللي بتقول إنه البلد فيه استقرار والبلد فيه سلام وأمان، طبعا مهمة جدا، بس مش بالضرورة الناس كلها هتصدق الكلام ده. الناس بتصدق لما بتشوف في يعني نشاط ثقافي، في نشاط سينمائي، في نشاط فني، في معرض كتاب، في نشاط سياحي بالبلد، فالناس تشعر انه فعلا البلد دي آمنة مستقرة ممتعة، وبتبتدي الناس يعني يبقى عندها ثقة بهذه البلد وعاوزة تزورها. فطبعا من الذكاء يعني في دائما انه نحن يعني نستثمر في المجالات الفنية والرياضية والثقافية والآخرية علشان نعمل براندينج، يعني نعمل نوع من الترويج لاسم البلد، وندي الفكرة عنه دي بلد فيها تماسك اجتماعي، فيها انسجام بين مكونات المجتمع، فيها استقرار، بلد آمنة، بلد ممتعة، بلد فيها خدمات وهكذا دوالي. كنت متوقع تشوف العراق كده النهارده؟ طبعا، لأنه أنا بتابع أخبار العراق دائما، والعراق الحمد لله بخير، والعراق يستاهل أكتر وأكتر وأكتر، لأنه الـ 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 الإمكانيات الكامنة في العراق وعند الشعب العراقي وفي العراق كبلد في زراعة وفي نفط وكذا، إمكانيات مهولة جدا، والعراق شعبه مثقف يعني. وأنا خلال فترة الدراسة كان لي كثير أصدقاء في بريطانيا عراقية، أكبر نسبة طلاب يعني عرب كانت العراقيين، شعب متعلم وشعب مثقف، وهي بلد الشعراء والفنانين التشكيليين، على فكرة من أشهر الفنانين التشكيليين العرب في أوروبا هن الفنانين العراقيين بالمناسبة. يعني بلد فيها الحقيقة مواهب وفيها شعب وفيها إمكانيات عظيمة، فتستاهل طبعا كل خير، وأكيد متوقع أكتر وأكتر إن شاء الله.